هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن بدأنا نحس ببداية برودة الجو وبداية دخول الشتاء بقى علينا أخيرا، وكمان النهاردة وإحنا جايين لاحظنا أن في شبورة كثيفة حتى في مناطق وسط البلد، فممكن حضرتك تطمنينا على تفاصيل الجو النهاردة؟ بالفعل هو طبعا وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كلنا حاسين بوجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر. ما زالت الشبورة المائية الكثيفة بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء شمال الصعيد، وطبعا بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. مع تكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر تستمر معانا حتى طلوع أشعة الشمس، يمكن يعني كمان هي مستمرة معانا حتى الآن على أغلب الطرق تقريبا ساعة كمان، وهتبدأ تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس الشبورة المائية تختفي، تبدأ رؤية أفقية بإذن الله تتحسن على أغلب الطرق. ومتوقع معانا استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، لكن تدريجيا هنبدأ نحس إن كثافتها قلت، يعني هي خفت عن الأيام النهارده أو امبارح، لأن احنا كنا طبعا شايفين إن هي وصلت لحد الضباب أمس في بعض الأماكن، ويمكن النهارده كمان في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى وصلنا لحد الضباب. تدريجيا خلال الايام المقبله ان شاء الله هتبدا يتحسن اكتر والرؤيه تتحسن اكتر مع الشبوره المائيه. بالنسبه لدرجات الحراره، بالفعل حصل انخفاض في درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل. عظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، فبالتالي هيكون احساسي بالطقس طقس خريفي لطيف تماما خلال فتره النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء، هيبقى مائل للحرارة إلى حر على جنوب الصعيد فترات النهار، تحديدا كمان زي ما بنقول فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، مزيد من الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل. أجواء باردة على معظم المحافظات، لأن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى 16 إلى 15 درجة مئوية، محافظات شمال الصعيد بتنخفض لأقل من 10 درجات، المدن الجديدة، الأماكن اللي ظهير صحراوي بشكل كبير، الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة كمان أكثر من المناطق الداخلية، فلازم ناخد بالنا من انخفاض قيم درجات الحرارة. بالنسبة لفرص هبوط الأمطار اتفضلي يا فندم. أنا كنت بس هسأل حضرتك يا دكتورة منار على الأمطار اللي في السواحل الشمالية، وفي يمكن زمايلي بيقولوا لي إن في نوة في اسكندرية قريب، نوة اسم كانوا بيسألوا عليها، فإحنا حابين نعرف من حضرتك برضو لأن في توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية. بالفعل وفي توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط من ضمنهم طبعا محافظة الإسكندرية، لكن الأمطار هتكون اليوم وغدا أمطار خفيفة، يعني مش هتأثر تماما على أي الحمد لله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن احنا بالأمس طبعا طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مرسى علم حصل سيول نتيجة هبوط الأمطار المتوسطة، لكن كميات الأمطار اليوم هتقل تماما على سلاسل جبال البحر الاحمر لبعض المناطق من جنوب سيناء، وهتصبح امطار خفيفه فقط هتنحصر في حلايب شلاتين مرسى علم، لكن هي اقل من اللي شاهدناها بالامس على تحديدا في مرسى علم، فالامطار ان شاء الله هتكون خفيفه. وهتستمر الامطار الخفيفه لغايه امتى يا دكتوره منار؟
لحد يوم الجمعه المقبله ان شاء الله تستمر امطار خفيفه على السواحل الشماليه للبلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. يمكن متوقع مع يوم الجمعه اللي جاي كميات الامطار تزيد وتكون خفيفه الى متوسطه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وتحديدا سواحلنا الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. ان شاء الله كمان ما يكونش منها قلق بالشكل الكبير. هي الاحوال الجويه مستقره بحد كبير، بس هي فقط الايام اللي بتحصل فيها امطار وبتزيد عن المتوسط زي اللي حصل بالامس على سلاسل جبال البحر الاحمر، لكن الحمد لله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. لكن الايام اللي جايه كمان هنبدا نحس بمزيد من البروده، يعني احنا متوقعين الايام المقبله ان العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 21 درجه مئويه خلال فتره النهار يوم الجمعه المقبله ان شاء الله، فترات الليل توصل ل 13 درجه مئويه. عشان كده مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس. ننصح كل الساده المواطنين ارتداء الملابس الشتويه، حط جاكيت عند الخروج فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. وطبعا النصيحه المهمه جدا في ظل الاستقرار ووجود الشبوره المائيه، لازم القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر على اغلب الطرق. نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات فتره الصباح الباكر، نتابع كافه التعليمات الجويه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 والعاصمة الإدارية 23-14، الإسكندرية 22-12 والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 22-15 ودمياط 23-13، بورسعيد 25-17 والإسماعيلية 25-17. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 وفي العريش 24-13، في كاترين 22-5 وطابة 26-15، حلايب 26-22 وشلاتين 28-23، شرم الشيخ 27-18 والغردقة أيضا 27-18، في الفيوم العظمى 23-13 وفي بني سويف 24-12، الوادي الجديد 29-10 وأسيوط 24-10، سوهاج 25-14 وقنا 27-15، الأقصر 27-14 وأسوان 28-15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.